أصدقاء ومتابعي صفحة آرارات للسياحة الأعزاء. الكاميرا اليوم تأخذنا إلى بحيرة سيفان في جولة جميلة. بحيرة سيفان عروسة أرمينيا وأعلى بحيرة في العالم. تقع بحيرة سيفان شمال شرق أرمينيا وعلى بعد 71 كيلومتر و600 متر عن العاصمة الأرمينية يريفان، على ارتفاع 1916 متر فوق مستوى سطح البحر، ومساحتها 1240 كيلومتر مربع. يصب في بحيرة سيفان 28 رافد وجدول ينبعون من الجبال المحيطة بها، ومقدار المياه التي تصب بها سنويا حوالي 80% كيلومتر مكعب. ويخرج من البحيرة 70% كيلومتر مكعب من خلال نهر واحد، وهو النهر الوحيد الذي يخرج من بحيرة سيفان، وهو نهر هرازدان. ويتوجه هذا النهر جنوبا مارا بالعاصمة يريفان. وأعمق نقطة في بحيرة سيفان 85 متر، ومياه بحيرة سيفان عذب وصالح للشرب، وهي ثاني بحيرة بالعالم من حيث العذوبة. يعيش في بحيرة سيفان 5 أنواع من الأسماك، أشهرها السمك الأميري بالأرمني يسمى إشخاناتسوك، وكذلك يعيش سمك السيجا وغيرها من الأسماك. في بحيرة سيفان توجد شبه جزيرة، كانت سابقا عبارة عن جزيرة وهي تلة في وسط البحيرة، لكن في خمسينات من القرن الماضي بدأوا عملية تنشيف وحولوه إلى شبه جزيرة. فوق هذه التلة توجد كنيستان، بنيت الكنيستان عام 874 ميلادية على قمة من قبل الأميرة مريم ابنة أشوط الأول الذي أصبح فيما بعد ملك أرمينيا ومؤسس السلالة البخرادونية في أرمينيا. وهذا الديار هو أحد الأديرة الثلاثية التي بنتها الأميرة في ذكرى زوجها الذي قتل خلال الحرب الأرمينية العربية، ويعتبر هذا الديار من الأماكن التاريخية والسياحية التي يفضل السواح زيارته نظرا لموقعه المرتفع الجميل. نأمل أن نلتقيكم أعزائي وأصدقائي في أرمينيا لتشاهدون هذه عينكم، وإلى اللقاء.